سيدي، لم أسيطر على غضبي في المشغل. أعرف أن المشغل يجب أن يعمل، وأعرف بأنك تريد أن تحل كل الأمور بسلام، لكني لم أستطع. سامحني سيدي. سوف يضغطون علينا أكثر وأكثر. أنا أيضاً لم أكبح جماحي. أنت وأمي تمكنتم من رد الكلام عليهم. أشكر الله الذي جعلني أرى هذا اليوم. الفوز بالكلام لن ينصرنا سلطانة. لكي ننتصر يجب أن نقف على أقدامنا داخل الفدن، وبعد ذلك من الواجب علينا أن نحاكم الفاسدين بالعدل. إذا أخذنا حقنا بالكلام وأعطينا أعداءنا الفرصة سنكون ضعفاء. إذا تغلبت نفسنا وغضبنا علينا سنكون نحن الخاسرين. منذ الآن هم المفسدون ونحن الصابرون والثابتون سيدي. حليمة، هذا يتكرر منذ الصباح، ما زال يركلني. لكن ماذا حليمة؟ غوندوز كان يفعل هذا، لم يعرف الهدوء في داخلي. لكن الأمر يختلف سيدي، كأن في داخلي صوت أقدام آلاف الفرسان وخيول تركض. لأكن فداء هذه الأصوات.